يعني أبوكي وأمك خبوا عنك إنه بنتك عايشة كل هالسنين؟ مو معقول يا ملك، كيف بيعملوا فيكي هيك؟ لهلأ حاسة حالي عايشة بكابوس وبتمنى فيق منه، بس المشكلة إنه هي هي الحقيقة، بنتي مو ميتة ولساتها عايشة، وينها أو شو عم تعمل أنا ما بعرف. معقول يكون بابا عطى بنتي لمازن وهو أخذها معه وسافر؟ ما بعرف، أنت شو رأيك ممكن تكون معه؟ يا ريت يكون هذا اللي صار، بس لو البنت معه كان حكى لأخوه أنا متأكدة. أكيد لو هيك كنا درينا. برغم هيك بتمنى لو تساعديني أتواصل معه. على حسب معلوماتي إنهم عايشين بلندن، رح جيب تليفوني، أكيد رقم موجود عندي. لحظة بس. Hello. Can I speak to Mr. Mazen, please? Yes, it's me. Dad, can you help me to find my buckle? Dad? Who's talking? Hello? Mazen. بنتي عندك يعني عن جد هي عايشة؟ زهرة تركينا لحالنا. خير إن شاء الله مرت عمي، شو القصة؟ ليش جامعتينا؟ بدك تحكي معنا شي؟ إيه، نحن عائلة كيرمان من سنين طويلة عشنا بشرفنا وبسمعتنا الطيبة بين الناس، يعني اسم عائلتنا كل هالوقت طول عمره مرفوع، وشرفنا وعاداتنا بدهم يعيشوا معنا مهما كان الثمن. جمال ابني دفناه بس دمه ما رح يروح هدر. القاتل لازم يموت ويلحق ابني كمان. شو هالحكي؟ كيف يعني؟ يعني اللي قتله لازم يموت مثله، وعلى ايدين ولاده لجمال. هن اللي لازم ياخذوا الدار ابوهن مشان ابني يرتاح بقبره ويغسلوا شرف العائله. مرت عمي، أنا اليوم دفنته لجوزي، وأنتي بدك مني أبعت واحد من ولادي على الحبس؟ شو هالحكي؟ أنتي لا تكوني نسيتي إني اللي عم بحكي عنهم هلأ، كمان هنن بيكونوا ولادي وأحفادي. إلزمي حدودك. طول ما فؤاد عايش رح يضل راس عائلتنا وشرفنا بالأرض، لهيك نحنا لازم ناخد بتار عائلتنا. اسمعي ست، أنا بحترم رأيك كتير، بس اللي عم تقوليه مانو منطقي أبداً، وحرام كمان. عزت، من يوم خلقنا على هالدنيا ونحن عايشين على هالعادات، وأنا رح أظل عايشة عليها، مفهوم؟ وكلكم بهالبيت لازم تحترموها. أنت شو رأيك غانم؟ والله يا أغاية، أكيد طبعاً مرت عمي، يلي بتقوله عاداتنا هو الصح. عدنان، انت كمان شو رأيك؟ والله أنا معك بكل شي عم تقوليه أغاي، كلامك مزبوط، هي عاداتنا والمفروض نمشي عليها. يعني برأيكم القانون والدين ما بيعملوا شي قدام عاداتكم؟ حتى لو مثل ما قلتي انه اسم ابي والعيله رح ينضف بهالطريقه، انا مستحيل اقبل بهيك شيء ابدا. ما بدك تاخذ بتار ابوك يعني؟ قول يلا. عندي هالمجرم طمن وانا رح اقتله،
بتعرف شو بابا؟ من شوي اتصلت بمازن على لندن وسمعت صوته، وسمعت صوت بنت صغيرة كانت عم تحكي جنبه، وسمعت صوته. عن جد بنتي عند مازن بلندن؟ كيف قدرتوا تعملوا هيك فيني بلا ذنب؟ ليش كل اللي حبيتهم هيك؟ قسيوا علي وأذوني وتركوني أتعذب كل هالقد. مازن طفى موبايله بعد ما اتصلت فيه. بنتي عنده أكيد. أنت عرفان حالك شو عم تحكي؟ بدك تموتني يعني؟ كيف بتفكر بهالشي؟ اللي قالته ستي مزبوط. ترابي ما بيردوا إلا القتل والدم. أنا بقتله ستي. علي، فؤاد هلأ أخذ جزاء وقعد بالحبس، مو بس بالدنيا وكمان بالآخرة ربنا رح يحاسبه على عملته هي. إذا أنت قتلته شو رح تفرق عن الناس اللي كنت عم تحكي عنهم اليوم؟ أنا قلت كل اللي عندي. نحن لازم ناخد بتار ابني وعائلتنا. فؤاد بكرة أو بعده رح ينعرض على المحكمة مشان يتحاكم، وهونيك بدكن تقتلوه وتنهولي هالقصة، مفهوم؟ هو أكيد رح يقدر يقنع ستي، طمني أنت. خلص أمي، حاش تبكي. أهلا وسهلا أنسة ملك. أهلين حبيبتي. ملك، أهلين. العوض بسلامتكم. شكرا. تفضلي. البقية بحياتكم. حياتك الباقية. عمي بدك مني شيء قبل ما اروح؟ انا كمان بدي اروح معك نيفين. لو وين بدك تروحي انت؟ عادي لشوف. انت بتروحي معنا؟ ماشي بنتي، الله معك. بس انا بدي اروح مع مرت اخي هلا. يا بنت بيكون القصر معجوق والناس عم بيعزوا، مرت اخوك ما رح تفضلك هنيك، مفهوم؟ هلا بتروحي معي. عادي عادي لشوف. بعرف انك زعلانة على عمك، بس لا تضايقي حالك كثير حبيبتي، كمان مشان ابننا ما يصير له شيء، لانه هو بيحس كمان.
أنا عم بنقص آخر فترة، رح روح. يسلموا ايديك يا حبيبتي. صحتين وهنا. ابوكي كيف صار بنتي؟ سمعنا انه بالمستشفى. مع الاسف الدكتور قال بجوز يبقى لفتره طويله هيك. يعني ما في امل يشفى ملك؟ ما بعرف، وضعه صعب كثير، والدكاتره يعني قالوا لي انه الامل ضعيف انه يشفى، وهن عم يعملوا كل اللي بيقدروا عليه. رح تسافري لهنيك دغري؟ ايه عزت. وقديش رح تغيبي؟ بدي سافر على لندن بالأول، عندي هنيك شغل مهم، بخلصه وبرجع فوراً على اسطنبول مشان بابا، لازم أكون موجودة جنبه بالمشفى، وما بعرف قديش رح ضل هنيك. طيب إمتى رح تسافري أنسي ملك؟ بكرة الصبح حبيبتي. هذا اللي مفروض تعمليه، يعني لازم تكوني جنب أبوكي، ما حلوة تتركيه بهي الظروف. بالإذن هلأ، أنا لازم روح مشان ضب أغراضي للسفر. طيب أنا رح وصلك ملك. خاطركم. أنسى ملك، كرمال الله لا تروحي. زهرة ليكي، أنا رح ضل أتصل فيكي حبيبتي، ورح أجي شوفك من وقت للتاني، ماشي؟ بس ما رح تكوني مثل ما كنتي قبل جنبي على طول، رح تصيري بعيدة وما رح أقدر شوفك. زهرة حبيبتي حاولي تفهميني منيح، ضروري روح ودور على بنتي، احتمال كبير تكون عند طليقي بلندن، يعني هذا أملي الوحيد إنه لاقيها هنيك. عن جد عم تحكي؟ إيه، يعني لازم روح لهنيك وأتأكد من هالشي بنفسي، وإذا ما كانت هونيك عند زوجي السابق وقتها رح أضطر إنه ضل ناطرة جنب أبي لحتى يوعى ويقلي شي يوصلني لإلها. يا رب أنا رح ضل عم بدعي لك إنه تلاقي بنتك بأسرع وقت أنسي ملك. يا روحي أنت. صحيح أنسي ملك، عمو رستم قال إنه أمي بعتت مكتوب لهون وهو أخده وأعطاه لستي لوري، بس المكتوب ضاع مني. ولا يهمك، لا تضايقي حالك هيك، أنا ما عدت ناطرة من أمك أي شي بعد اليوم. إيه زهرة، ما بدي شوفك زعلانة هيك بنوب، وعديني تضلي مبسوطة على طول. يا ترى يا روحي صور ما بلا كرما قلبي سويلدم يا سما بالمدى aştım haddi gönül suçuydu sakın kızma bana bilmeden o امتى كنتي رح تخبريني ملاك؟ كل هالظروف مو متوقعه، ما كنت مستنية هيك شيء. شو رايحة تعملي هنيك كمان؟ رايحة أشوف مازن، بتوقع تكون بنتي عايشة معه هنيك بلندن، ولما حكيته على التليفون سمعت صوت بنت عم تقول له بابا. تخيل عزت، أنا متوقع إنه بابا هو اللي عطاياها. هالكلام وارد كتير يا ملك،
يعني هو أبوها بالنهاية، ما في حدا أكتر منه بيملك الحق فيها. سامي بيك معقول كتير يكون فكر بهالطريقة هاي؟ هذا أملي الوحيد تفهمه. بترجاك فهمني وساعدني. اسمعيني منك، استني شوي لحتى حل المشاكل اللي هون وبسافر معك لهنيك. مشاكلك أهم. وإذا لقيتي بنتك هنيك شو رح تعملي؟ رح حارب كرمالها وما حأرجع بدونها. يعني رح تضلي هنيك؟ طيب وإذا أبوها ما قبل يعطيكي بنتك، أنت ما رح تتخلي عنها ما هيك؟ وقتها ما برجع. وأنا ما فكرتي فيني ملك؟ تعرفي مرت عمي، سفرة هالمعلمة رح تكون خير علينا ورح نرتاح. أصلا من وقت ما شفناها والمصايب عم توقع فوق راسنا. ايه دخيلك امي، خليها تروح وتنقلع، المهم تتركنا. اكيد هي ما راح تترك ابوها وهو بهالحاله، كانه كمان حسب ما فهمت عنده مشاكل ثانيه وبدها تحلها، المهم انه راح نخلص منها بقى. اعطيتها يا بايدي زهره، بس من حرقه قلبها على ابنها نسيت القصه. يا ترى شو هالشغل الضروري اللي عندها؟ الله اعلم. لوين قال بدها تسافر؟ لندن مثل ما سمعت، ما هي لوين رايحة ستي؟ إذا بدك شيء أنا بجيب لك إياه. يسلموا نيفين، بس جسمي تعبان وقلبي كمان، أنا ما عاد فيني أتحمل تعب وأهر أكثر من هيك. بنتي بدي فوت أرتاح شوي بغرفتي، وأنتو خليكن هون عم تحكوا. ولي حاطة مخدة ببطنك ما هي؟ أمي شبك شو صار لك هلأ؟ بشوفنا حدا؟ إذا قدرت أعرف وين بنت القاسة ملك ومين بتكون أكيد ما راح تسافر. شو عم تعملي بغرفتي يا بنت؟ ستي لورين، لك انتي ما عاد استحيتي، فايتي على غرفتي مثل الحرمية. ليش عم تفتشي بين اغراضي؟ شو بدك؟ بدي المكتوب، هو لألي ولازم يكون معي. إلك ما مكتوبك، ما هيك؟ ستي لورين اذا بتريدي، مشان الله ستي لا تحرقي، مشان الله لا. لا ابوس ايدك اتركي لي. مرت عمي ابراهيم افندي هون. يلا قومي وقري مكتوبك لشوف. حرام هيك يا الله. و
وأنا ما فكرت فيني ملك؟ الله يرحمك يا جمال. الله حرم قتل النفس بغير ذنب واعتبرها خطيئة، وحضرتك بتعرف هالشي كتير منيح. ما بيهمني كل هالحكي. جمال انقتل، واللي قتله لازم يدفع الثمن غالي. لا تضيع وقتك، لأنك ما رح تغير شي، ومن اليوم يفهموا إنه نار جهنم فتحت أبواب عليهم ورح تحرقهم كلهم. إذا بدكن تعملوها قصة تارات، أول الناس اللي رح تحترق بهالنار أنتو. جهنم بس تفتح بوابها ما بترحم حدا، حتى اللي فتح البواب. أنا ما عاد تفرق معي، قلبي وروحي انحرقوا من زمان كتير. بعد الوجع اللي عشته ما عاد في شي بيكسر. هلأ بعد ما راح جمال ما عاد في شي بيهمني. دخيلك يا بنت عمي، جمال جوزي وأنا كمان قلبي عم يحترق علي، بس ما بقدر ضحي بولادي حتى. بتطفي نار قلبك بموت واحد من أحفادك يا مرت عمي، شو راح نجيب غير الموت والحزن بهالطريقة؟ هذا الشي حرام، وفوق كل هاد أنت عم تدمري عيلتك وأحفادك كمان. شو راح تستفيدي؟ أنت هيك ما راح ترجعي ابنك، بالعكس راح تخسري غيره. إذا أحفادك راحوا منك راح ترتاحي؟ هي العادات. إذا ضلت مأسرة على عقول الناس واستمرت مسألة التارات، القتل ما رح يوقف أبداً أبداً. وإذا أنت ما اقتنعتي وضليتي على موقفك، رح تكوني شريكة بمأساة ما بتخلص. بتمنى تفكري منيح وما تغلطي هيك غلط. أنت رح تغيري رأيك مو هيك آغاية؟ ورح تلغي التار صح؟ مرحبا عمي. بدي ارتاح بعد اذنك ابراهيم افندي، اللي عشته كتير صعب. مفهوم، ارتاحي الله يحميكي. عزاد، ابراهيم افندي كان عم يحكي مع ستك لورين هلا، وقدر يقنعها انه تنسى موضوع التار. ما بتصدق قديش ارتحت، كنت رح موت من الخوف. حارب كرمالها وما حارجع بدونه. مساء الخير. مساء النور. أهلين عدنان. إيه ملك، خلاص قررت تمشي؟ إيه قررت. هي بدها تسافر وتقابل طليقها هنيك وتشوفه بلندن، وتشوف إذا بنتها عنده. ولنفرض أنا لقيت بنتها، رح تجيبها وترجع لهون؟ لو كانت بنتك شو كنت بتعمل عدنان؟ بتترك بنتك تروح منك؟ قالت لي إذا كانت بنتها هنيك رح تضل معها، وإذا ما لقيتها حترجع اسطنبول وتستنى شي خبر عنها. وأنت؟ يعني أنت وملك؟ والله ما بعرف عدنان، ما بعرف.
ليك نحن عم نذكرها وهي عم تتصل. أهلين ملك. هلأ؟ طيب أنا جاي. آسف لا تواخذني عدنان، بس أنا مضطر أمشي هلأ. ولا يهمك. عن إذنك. الله معك. يسلموا بنتي، الأكل كثير طيب. صحتين وهنا. أني فين؟ شو الأخبار بالقصر؟ أهلك مناح؟ حالتهم ما بتطمن سليمان، كتير تعبانين، والناس كل ما راحوا وإجوا بيزيدوها عليهم. هدول الناس شاطرين بتمسيح الجوخ، اللي بشوفهم بفكرهم زعلانين عن جد. شو بعرفني؟ اليوم لما رحت لعندهم كان عمي إبراهيم قاعد هنيك. إيه، وقالت لي أمي إنه المعلمة ملك إجت لعندهم الصبح. هيك لك، معناتها رجعت لعنا يعني. أنا سمعت إنه هي بكرة الصبح مسافرة، ما بعرف لوين، بس على الأغلب ما بقى ترجع لهم. خير إن شاء الله. كملي أكلك بابا. تركي هالقهوة من إيدك بقى، روحي ابعتي زوزك، وانتي روحي اندهي لأولادك لشوف. تحركي. خالتي فاطمة ليش معزبة حالك؟ لا عذاب ولا شيء ابني، انتو ما بتعرفوا معزتكن عندي، والله بحبكن وبخاف عليكن مثل أولادي. ونحن كمان منحبك واشتقنالك كتير يا خالتي. طيب رايحة على غرفتي هلأ، إذا احتجتوا لأي شيء دهولي بيجي دغري. خالتي فاطمة. إيه؟ سكري الباب لو سمحتي وراكي وأنت طالعة. ماشي بنتي. عزت، أنت سألتني اليوم سؤال وما جاوبتك عليه وقتها. إنه ما فكرتي فيني، ما؟ ما أخذت جواب، لأنه أنا كمان ما بعرف شو هو الجواب. ليك، أنا المفروض لاقي بنتي عزت، والمشكلة ما بعرف شو مخبى بكرة، يعني شو رح أعمل، شو بده يصير بعدين، وما بعرف كمان إذا رح أرجع لهون. الشيء الوحيد اللي بعرفه بهالوقت إنه مالي حق أظلمك معي بنوب. تظلميني؟ ملك، نحن كنا رح نتزوج ونكمل حياتنا كلها مع بعض ونعيش سوا على الحلوة والمرة. نحن ما اتفقنا ما نفترق عن بعض لو شو ما صار؟ يعني شو اللي تغير هلا؟ شغلات كتير تغيرت، حياتي كلها فجأة انقلبت، فجأة صفيت بلا أم، وبابا غايب عن الوعي وما بعرف إذا رح يصحى. عرفت إنه بنتي عايشة بعد كل هالعذاب، بس ما بعرف عنها أي شيء ولا حتى وين بتكون. أنا عم مر بمرحلة ما ممكن أتصورها، وما بسمح لحالي عايشك هالظلم. ما رح أقدر شوفك عم تتعذب معي كل يوم. صدقني أنا ما رح أقدر أعطيك بعد هلأ غير التعاسة والتعب. سامحني عزب، وأرجوك تفهمني. نحن مو لبعضنا خلاص.
أنا ما راح أعذبك أكثر. وما في داعي تحسي بالذنب تجاهي. خلص منك. مثل ما بدك. أنا ما راح ضايقك بعد هلا. بتمنى تلاقي بنتك وتتهني بحياتك معها. صامش درلرده كل بنزين نزيل وجن ياري مسكيسنden güzel mi o yar beni defterine. اسمعوني، موت جمال أثر علي وعليكم أكيد وحرق قلوبنا كمان، بس طول ما نحن قاعدين وما عم نعمل شيء وطول ما دمه مهدور بغير حق ما حدا فينا رح يرتاح، ما حدا رح ينام الليل والناس رح يحكوا عليكم. عم تفهموا؟ شو اللي عم بتقولي يا مرت عمي؟ ما سمعتي اللي قاله إبراهيم أفندي اليوم؟ إيه سمعته، وبنفس الوقت سمعت الناس شو عم بتقول. عم بيقولوا أنه ناخد دية جمال مصاري، يعني أنتوا بترضوا آخذ مصاري تمن دم ابني اللي انقتل غدر؟ هذا اللي بدكن ياه؟ مستحيل هذا الشيء. العين بالعين والنار ما بيطفيها غير النار. فؤاد رح يتحول على المحكمة بكرة الصبح، يعني بكرة بتكون تاخدوا بتار ابني جمال وتنهوا هالقصة. طيب أغاية، يعني مين رح ياخدوا بتارنا؟ عزت ولا علي؟ القرار بيناتهم. الليلة بيقرروا اثنيناتهم مين اللي رح ينتقم. مرت عمي بوس رجليكي، لا تسمحي بهالشي. بوس رجليكي. لا يا مرت عمي، دخيلك يا مرت عمي، لا تروحي لي ولادي، دخيلك. انت هيك عم تقتليهم مرت عمي. رفيف بابا، معقولة نمتي لك بنتي؟ بعرف انك زعلانة. زعلانة لأنه المعلمة ملك رح تسافر، ما؟ بس لا تخافي بنتي، أكيد بالأيام رح ترجع لهون ورح تجي تشوف زهرة كمان، وبكره بتشوفي، أنتِ لا تقلقي حبيبتي. أنا كثير مقهورة على زهرة. لازم إنها تعرف الحقيقة. وطي صوتك، ما لازم تعرف. بنتي إذا عرفت شو بيصير بتاخذ زهرة من هون وبيسافروا وبيروحوا على هذيك البلاد البعيدة، ووقت أنت بحياتك ما بقى تشوفي زهرة أبدا. وإذا بدك تشوفيها أنا كيف بدي أخدك؟ أنا ما بعرف روح على هذيك البلاد. كمان إذا زهرة راحت من هون راح ياخدوكي أنت بوقتها على القصر، بيحبسوكي تحت الدرج كل عمرك. بتتركيني هون لحالي؟ أنا ما بتحمل حرام. هيك اسمعي كلام أبوكي، زهرة ما لازم ولا أي حدا بالدنيا يعرف شي عنها، ماشي؟ ليكي
إذا بتحبيني رفيف وإذا بتخافي علي وعلى حالك بتنسي كل الحكي اللي سمعتيه وما بتقولي لحدا ماشي؟ أه؟ اتفقنا ما؟ اتفقنا؟ اتفقنا. إيه حال؟ منيح بابا أنا ما عندي أغلى منك يا روحي. الله يحمي لي ياكي يا رب. أهلين صباح الخير. صباح النور. يلا اتركي هالشغل من إيدك لشوف. الحقيني يلا.
شوفي ليش عم تعيطي؟ أنا هون مسدس أخدينه، أكيد أخذوا علي وراح يقتل فؤاد. أخي عزاز، أمي. أنت مبارح أخذت القرار الصحيح واللازم، هيك شرف عيلتنا راح يضل محفوظ وراسك مرفوع بين الناس. وينك علي؟ ما حدا منهم هون. رح دفعك الثمن غالي كثير يا فؤاد، بتشوف، لأنه هربت كثير. أنت خليكي قاعدة ولا تشتغلي شي، عندك خدامة بالبيت شو عبالك؟ رح تسافري وما رح ترجعي لهون بعرف، بس تشوفي بنتك رح تنسيني. زهرة شو بنا؟ معقول عم تقولي هيك شي؟ حبيبتي أنت بس ادعي لي لاقي بنتي هونيك، لأنه وقتها رح كون محظوظة ورح يصير عندي بنتين. أنا أصلاً بضل بدعيكم ليل ونهار. رح أتصل فيكي كل يوم ماشي؟